السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من برنامجكم حكايات الهلالي. اليوم غادي نعود لكم واحد القصة اللي بصح النهاية ديالها تتألم بزاف، والهلالي يطيح شي واحد في الموقف اللي طاح فيه هاد الأب هذا. مع الأسف هادشي اللي غادي نعود في هاد القصة تنعيشه، وأغلبية ديال الناس مع الأسف مرة أخرى عاشوه. اليوم غادي نعود لكم القصة ديال هناء. وقبل ما نعود لكم القصة ديال هناء، إلا مازال ما اشتركتش اشترك وفعل الجرس وخلي لنا شي جيم وكومونتير باش نعرفوا بأن هذه المحتوى يعجبكم. نزيدو نقدموا لكم المزيد من القصص، وبارطاجي هذه القصة هذه مع الناس اللي تتعرفهم. على بركة الله نبداو القصة ديال هناء. وش حال من واحد الدنيا داته بدلاته يا ونساته بعداته على الأحباب، ومن اللي جاي عود قال لي فاته خلاته يا وفحياته تايه ماليه جواء. القصة ديال هناء تبدأ مني كانت صغيرة. مع الأسف كاينين بعض الآباء اللي هما متسلطين لدرجة أنهم تيخليو لك الفرحة تيزولوها في مرة من حياتك، بالحكم أن ربي وصلنا على طاعة الوالدين. يعني أنا غادي نقول أي حاجة وانت علم عليك إلا تنفذ. ونساو بأن قتل النفس ماشي هو واحد نخشيو ليه موس ونخرجو روحه. كاينين بعض الناس نقتلهم وهم حيين، تنحيدو لهم الفرحة من حياتهم حتى بادا بحد ذاته موت. وهادشي اللي دار هاد الأب مع هناء، لدرجة أنه كانت يدخل الدار تهرس شي كاس تاكل العصا. ما عندهاش الحق أنها تهضر، ما عندهاش الحق أنها تعبر على نفسها، هي ما عليها إلا السمع والطاعة. اللي قلتها خاصة تنفذ. أنتي ما تهضري ما تقولي ما تفعلي والو. مع الأسف هادشي كاين في المجتمع ديالنا، وهادشي تنتمناو أنه يتحيد. يعني ربيو في الأطفال ديالكم في الصغر على أنهم يعبروا على آرائهم، يخرجوا لداكشي ديال الداخل ديالهم، ولكن نتمناو يكون خير. نكملوا في القصة. الأب ديالها كان قاسي بدرجة كبيرة، كأن إنسان ميت لها القلب، المحنة ما كيناش عنده. غادي تكبر هناء، غتوصل تقريبا ديك 19 سنة، غادي تخرج من القراية، ما غاديش تكمل وصلت لافاك وهي تخرج، غتقلب على خدمة ومشات تخدم. كل مرة تتبريكولي في شي بلاصة كالشباب المغربي ديالنا، خاصك ضروري تبريكولي في شي بلاصة، وتا هي كان عندها حقها من الزين. غتعرف على واحد الشاب نقدروا نسميوه بعتليل. تعرفت عليه، كان واحد الحب بالصح تيحماقوا على بعضياتهم، لدرجة كانوا تيمشيو بجوج، تيديروا كل شي بجوج، اي حاجة بجوج، تيتمنوا غير فوقاش ان عادي اللي بدا الخدمة ويتقدم ليها. حتى هو ولد الناس، عمرو ضرها في شي كلمة، عمرو جرحها، انه عوض لها داك الفراغ اللي ما لقاتوش في الأب، وديك المحنة اللي ما لقاتوش في الأب لقاته في واحد آخر. وهذه مع الأسف خاصو بزاف ديال الآباء، ما تلوموش راسكم إلا لقيتي بنتك محتاجة الحب مشي واحد آخر، حيت انت براسك ما عطيتيهاش داك الحب. فما عليناش، كانوا تيحماقوا على بعضياتهم لدرجة أن لابيل تيناسوا مع بعضياتهم، عندهم واحد الحب جنوني. فعادل بريكولا شوية، واحد النهار الأب غادي يسيق الخبار. فاش غادي يسيق الخبار، غيمشي عنده ويقول له شوف عطي لبنتي التيساع وأنا ما باغيكش، وانت وانت وانت. فعادل كما تنقولوا رقع شوية الوضعية، قال صافي غنتقدم ليها، نتقدم ليها ونتزوج بها وندخلوا من الباب وأنا أصلا باغيها. وقال لها السلام هناء، كديرة لابس عليك، هضري مع الأب ديالك، أنا غادي نتقدم لك في هذا الأسبوع أنا والعائلة ديالي. سكينة طارت بواحد الفرح، حب حياتها غادي يجي ليها. النهار اللي تتسناه أي بنت، وخصوصا من تتكوني تتبغي شي شخص من الأعماق ديال الأعماق ديال القلب ديالك، داكشي اللي كان غتسناه غادي يجي ويدخل الدار. يعني ضروري داك المقدمات والبنت تكون حشومية. وهادي بابا عادي الباغي يجي لعندي للدار ويخطبني، سيري تلعبين انت وياه. بابا
بغيت نتزوج بداك السيد. السيراش عندك ما تجوجي سيراش تتفهمي والله لا تجوج شيبيه. علاش هكاك عرش قاتلي شنو هو العذر بغيت حيت لقيتينا في علاقه وكان حنا راه بصح بغينا ما بغيناش نتفلاو راه باغي نتزوج والدليل هو راه جاي باغي يتزوج. اشوف الشريفه والله لا تجوج شيبيه قسما بالله اللي خلقني وخالق وخلق السماوات والارض وخا يبقى هو الرجل الوحيد في هذه الدنيا ما غتجوجيش به. علاش بغيت اوه على انكسار ديال القلب. مسكينه غادي تمشي عند الام ديالها ماما عافاك هضري معاه حاولي تقنعي انا بغيت نتزوج بداك الدري تنبغيه. غتمشي للام ويقولها شوف ما تهضريش معايا غتسول خوالاتها وتمشي تقولها لخوالاتها وتقال كاع الناس عافاك هضروا معاه هو مكثر داك اللام هذاك كاين هذوك اللي زعما حقتش كلمتي ما تطيحش مادام انا قلتها والله تنديرها انا اللي تنقرر انا اللي تنفعل انا اللي تنترك. ويلي غتعيط ليه الو عادل الو صافي عادل بغيت نقولك شي حاجه. اشنو بابا ما بغاش علاش واخا شوف انا نحاول نعيط للوالد ديالي يتواصل معاه ويهضر معاه نحاول انه يهضر معاه. لا ما بغاش مره اخرى واخا هكاك غادي يعيط ليه الاب السلام عليكم راه بغيت اسمح لي ما عندناش البنات للزواج. شنو دار مش كاع الناس يقدروا يبغيو وحتى اللي وقع اللي وقع اي حاجه هاد السيد جاي باغي يتزوج بها هي تتبغي هو تيبغي علاش تحرموا من بعضياتهم. اسمح لي سيدي انا ما عندناش البنات للزواج. وهيلي مسكين ما قدرش ينساها وما قدرش تنساه. غادي توصل عاوتاني لدرجة أنه بقيت سنة 25 سنة. 25 سنة هو مازال متعلق بها وهي متعلقة به ما تفارقوش وخاكك لدرجة أنه تيجيها شي واحد تيحللهاش وباها اللي تيجيب لها تيقولها غتجوجي بفلان. كيفاش غنتزوج بفلان وأنا قلبي مع الآخر؟ كيفاش غادي نتزوج بفلان وأنا حلمت مع الآخر؟ كيفاش غادي نكون شاده في واحد وانا اصلا قلبي مع واحد اخر؟ علاش هاد الظلم كامل؟ علاش شنو هو ذنبي؟ واش ما محقيش انني نبغي؟ واش الحب حرام؟ حتى الرسول عليه الصلاه والسلام مشاو عنده وقالوا له جوج تيتحابوا شنو هو الحل؟ قالوا زوجوهم ودواء العشاقين الزواج. اللي تيبغوا بعضياتهم زوجوهم ويسروا لهم الامور. علاش داك تحرموا جوج الناس من بعضياتهم وتفرقوهم؟ علاش جوج بغاو يبنيو حياتهم بالحلال وتخليو ان الحياه تولي ظلام في عينيهم وكل واحد يكون مع جسد ولكن الارواح ديالهم كل واحد تفكر في واحد اخر؟ مع الاسف هادشي تيألم بزاف وهادشي تنعيشوه. ربما انت اللي تتفرج فيها عشي ربما انت عشي فما عليناش. غتوصل كملوا 25 سنة كملتها هي غادي يحاولوا محاولة أخرى انسى ربما غادي يكون نسى وصافي وكبر وصافي. ألو السلام عليكم الحاج كي داير لاباس عليك هانية بخير الحمد لله ولدي شكون معايا؟ معايا عادل. نعم وتتبدل ليه النبرة ديال الصوت ديالو فجأة تيولي واحد الإنسان اللي شنو اش بغيتي كانه غير البارح. عافاك راه بغيت نتزوج ياك فايت قلت لك الشريف ما عندناش بنات للزواج. اشوف الشريف باش غتزوجي به ما غتزوجيش به. السلام عليكم ونهار تبغي تزوجي به بزي حوايجك وسيري برا وعمرك تسطمي لي في داري الشريفه من اليد اللي تضر باش تيحتار بانها عافاك برا بغيتك انت وبغيت نتزوج حبا نرضى عليا بغيتي تجمعي حوايجك يلا سيري جمعي حوايجك وسيري بغيتي يلا برا ولكن والله العلي العظيم ما نعقل عليك وما عمرك تدخلي من هذا الباب. علاش هاد الظلم كامل؟ علاش هاد الحكرة؟ علاش شنو هو الذنب اللي تيديروا هاد الناس هادو؟ ولكن مع الاسف كون كان شي واحد دخل من السرجم ربما كون رضاو عليه مع الاسف.
فما عليناش. مسكينة أتعيط له واحد النهار عادل، بغيت نقول لك واحد الحاجة. مرحبا. يمكن صعيبة بزاف، ولكن حيت كنبغي غنديرها، انت خاصك تمشي دير وليداتك، ربما غادي شي باغي، وانت خاصك انت تكبر ولادك وتكون اسرتك، ولكن دير في بالك عمرني غنساك، وعمرني غادي نفكر في شي راجل من غيرك. لا خلينا وانا معك عادل. ما نقدرش نشوف انني رابطك. ذنبنا على با. مسكين بدا تيحاول، وعرف مسكين بانه ما غادي يصور والو. انسان طاغي بزاف وظالم هي هذيك مسكينه، تتحول من واحد الانسان لانها كانت تكون فرحانه وهي معه، لدرجه انهم تيكونوا في المشكل وهي واخا هكاك فرحانه معه، واخا هكاك عايشه السعاده مع اي ما قابليش، ولكن ما حدا معاه تتحس بالطمئنان. ولكن نهار مشى من حياتها، ايه اي واحد عرفتي شنو هو اسباب الامراض؟ واش عرفتوا الحزن فين يقدر يوصل الانسان؟ سمعوا مزيان. انسانه كانت بحال شي ورده، ولكن مع الاسف دبلات، الملامح ديال وجهها كبرات، وصلت لتقريبا 30 سنه تي حلالات تراجل ديما في بالها، وتقلب عليه من البعيد وتشوف تصاوره وتشوفه مجوج، وعارفه حتى هو مهانيش مع مراته، عارفه ودائما تيحط في ستوريات ديالو كنت أحبها كانت كل شيء. مع الأسف بحال هاد الأب كما قال الشعراء، الحب ثمثمة لسان، رعشة كف، خفقان قلب، وما أدراك بالحب لا يعرفه إلا العاشقون، وما أنتم تعرفون إلا حب المدنثون. يعني هذاك الأب عارف غير داك الحب المدنث، ما تعرفش المعنى ديال الحب ديال العاشقون. فما عليناش، مسكينة بحال شي إنسانة كانت وردة ودبلات، بحال شي وحدة كانت الابتسامة وحيدوا لها الفرحة من حياتها. إنسانة ولد جسد بلا روح، وخاكك مسكينة تتعامل مع الأب ديالها كأنه مواقع والو، هو تيسحابو راه نسات، تيسحابو راه بصافي راه ماشي في بالها، صافي نساتها ليام وصافي، وحتى لما تزوجاتش هانية، دابا تزوج شي نهار ولا دابا شي نهار. فما عليناش، مسكينة تمشي تتغسل ليه رجليه، تصبل ليه فراشو، تدير كل شيء له، طاعة الوالدين كما هي تديرها له، تتحترمه وتتقدره، ما زال تيقول الكلمة تتوفي بها، أي حاجة طلبها هو لدرجة نساها، صافي نساها بهذاك المشكل، ونساها بأن ديك السيدة كأن شيئا لم يكن. فهي هذيك مسكينة حد نارها تحس بشوية ديال الدوخة، هادي كما احنا المغاربة نقول غيفوتنا الحال، شوية بدأت تحلس بالألم، قلت عادي غيفوتنا الحال. واحد المرة قلت أمشي نشوف الطبيب، مش عطاها شي تحاليل، عطاها التحاليل غترجع باش يقراوه، غادي يشوف فيها واحد الشوفة، يشوف فيها واحد الشوفة اللي بقيتي فيها داك شي صعيب. قلت له دكتور شنو كاين؟ بنتي شوف غتعاودي لي غير التحاليل، بغينا غير شي حاجه بانت لينا هنايا وغادي نحاولوا نشوفوا، عاودي لنا التحاليل. مش عطاهم عاودوا التحاليل، داك الانسان بحال هذاك الشك اللي كان عنده تاكد داك الطبيب، حتى مسكين غتفاجئ انها مريضه بالسرطان. شو الحزن، اغلبيه ديال الامراض سببهم الحزن. شي الانسان فاش يكون حزين يقدر يجيك الكلاوي، يجيك الاعصاب، طونسيون، السكر، القلب، سبب من سبب الحزن. فانتابوا من هذه القضيه ديال الحزن والاكتئاب. فما عليناش، هي هذيك مسكينه مشات تعالج،
مسكينة واحد الإنسانة اللي كانت نوارة، مشاو الحجبان، مشاو الشفار، مشاو المهم راكم عارفين الإنسان اللي يشافي أي واحد يتفرج في هذا الفيديو. نتمنى كل شيء دايما معهم الشفاء. فمسكينة ما بقاش عندها الشعر وما بقاش عندها الحجبان، ما بقى عندها والو. مسكينة بدأت تعاني والآلام ما فصمتش، ولكن عمرها نشات داك السيد والأب ديالها هاد حنان ولا حنين ولا عتيجي عندها وبنتي وياك ما خاصك شي حاجة يا بنتي. تقول لا ما خصني والو بنتي ونشري لك شي حاجة. لا ما خصنيش. بغيتيش نجيب لك شي حاجة نديك شي بلاصة. لا ما خصنيش لا والو. مسكينة غتكمل 35 سنة، 35 سنة غتمشي للطبيب غتنعس فيه، لأن السيدة وصلت للمراحل الأخرى ديالها من المرض، المرحلة الأخرى من المرض. مسكينة غادي تجي وغتقول لهم عفاكم عطوني التليفون. غتدخل غتقلب ليه، غتقلب عليه وغتلقى انستغرام ديالو. مسكينة تحاول تهضر معاه. السلام عليكم انا فلانة. مسكين كأنه كان تنتظر، مسكين بحال شي واحد كان تنتظر انا غادي يوصل داك الميساج. هو يصوني ما مكتبش صونا الو ويبدا يبكي. كي دايره فين غبرتي وبصح عمرني نسيتك ومازال تنبغيك حد الان راه توحشتك وكدا وهادي. حتى انا ونتمنى ربي يسهل عليك مع وليداتك ونتمنى تكون بخير. عقلتي كنت قلت لك واحد النهار عمرني غنساك، تينا عمرني نسيتك واخا تجوجت مازال تنفكر فيك لانني اهضم حب كنتي هي انتيا. مع الاسف غادي نهيو ديك المكالمه بحال شي وحده عزت تمرضات كثار مور ديك المكالمه، بحال مسكينه عيطات ليه ودعاته، بحال زعما نتلاقاو في بلاصه اخرى. ان شاء الله نتلاقاو بلاصه وتهلا في راسك وكون مزيان، غنفرحي الا كنتي مزيان. نات معها مسكينه المكالمه. مع الاسف غادي توصل ديك المرحله ديال صافي غادي بحال تنقولو تتحتضر، غادي تقول لهم عيطوا لي البابا بلاتي راه كاين بلاصه فلان فلانيه خصوني وعليه يجي بغيتو. عيطوا لبابا ها كان في واحد البلاصه شال السبيطار ابنتي. قلت لي بابا تسمعني مزيان. مسكينه فهاديك صافي يعني حتى داك اللي حاس بالموت صافي عارف راسو الموت كانه باغي يقول شي حاجه باش انني صافي غني. تسمعني يا بابا؟ اه تنسمعك يا بنتي. او يا 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 هاد الهضره هادي صعيب باش نخرجها لك والله العلي العظيم الا من اصعب الاشياء ينقول لك هاد الهضره هادي. بابا بغيت نقول لك واحد الطلب الا كان ممكن. طلبي يا بنتي مرحبا طلبي طلبي وانا ننفذ. بابا قول امين. علاش يا بنتي؟ خير قول امين. وقولي لي علاش بابا؟ قول امين امين عاود تقول امين امين عاود بابا مره اخرى قول امين امين. سرا بابا كيما حرمتيني من الزواج الله يحرمك من الجنه. واو تخيل معايا هاد الكلمه اللي قالت شحال فيها ديال الالم. حياتها كامله ما قدراش تهضر كان انفو قالتها وتوفات كأن واحد السيد مخبي داك الحزن وداك الهم والكآبة كل حياته كاملة حتى نار خرجها في آخر حاجة تسمعها. تخيل آخر حاجة سمعته سيد الله يجعلك تشوف الجنة كما حرمتيني من الزواج من داك الإنسان اللي تنبغي. شوفوا 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 الإنسان شحال قص شحال مقصها. آخر كلمة قالتها سيد الله يحرمك من الجنة كما حرمتيني من الزواج. هاد القصة هادي عبارة بزاف ديال الآباء جوج تبغيو بعضياتهم يسروا ليهم، ماشي أنكم تحرموهم بعضياتهم. تقدروا تحرموهم تحرموهم كأجساد ولكن نروحوا مازال متعلقة في بعضياتهم. لهذا إلا جوج بغيت يتزوجوا ما تحرموهمش بعضياتهم. كانت هذه هي الحلقة ديال القصة ديال هناء، ونتمنى من أي واحد
شاف هاد القصة يبارطاجيها، ربما شحال من أب محتاج يسمع هاد الهضرة هادي، ربما تقدر تغير بزاف ديال الناس. كلشي بارطاجي، وإلا ما مشتركش شارك دابا وخلي فيها شي جيم وخلي لنا شي كومونتير على هاد الفيديو هذا. السلام عليكم.